وبقية اللاعبين في أرضية الملعب الآن في انتظار انطلاقة هذه المباراة في دوري الزين السعودي للمحترفين. النصر في الجولات الماضية يأتي إلى هذه المباراة طبعا الفريق النصراوي بعد أن خسر في الجولة الماضية أمام الاتفاق في الدمام 0-2 وتعادل مع هجر 0-0، فاز على الفتح في الأحساء 1-0. هذه نتائج النصر الأخيرة قبل أن يأتي في هذه المباراة، ويريد العودة إلى انتصاره بعد انتصار الأخير الذي حقق في الأحساء على فريق الفتح. إذا مباراة قادمة، مباراة بإذن الله على المستوى، وبمتابعة هنا ما ترون الذي يريد بناء نصر ويريد تحليل فريق النصر في هذا الموسم، وأن يبني لخطة جديدة. صاحب 62 عام بعد كم؟ بعد يومين عيد ميلاده، المدرب الكولومبي ماتورانا صاحب رصيد كبير جدا من الخبرات التدريبية والإنجازات الكبيرة للمدرب الكولومبي، والذي يراه البعض ضالة الفريق النصراوي، وهناك من يراه بأن يتخبط في دوري زين. ننتظر القادم في هذه المواجهة، في هذه الانطلاقة هنا في ملعب الأمير فيصل بن فهد. النصر والأنصار والفريق النصراوي التقيا في المدينة، كان الفوز من نصيب الفريق النصراوي بهدفين. تذكرون المباراة اللي فاز فيها النصر الأنصار بهدفين مقابل لا شيء في مباراة الذهاب. الآن في هذه المباراة الفريق النصراوي يسعى لأن يكرر نفس النتيجة، لكن سيلعب أمام الأنصار، وهو فريق ليس كالفريق الذي واجهه في المدينة المنورة وعلى أرضه وبين جماهيره، لكن ربما يكون الأنصار في وضع مختلف عما كان عليه الفريق الأنصاري في المدينة. ننتظر القادم في هذه المباراة التي ستنطلق بعد دقائق الآن، حاضرة بقيادة الحكم الدرجة أولى الحكم عبد الرحمن المالكي، عبد العزيز الكثير مساعد حكم ثاني دولي، ووليد البعيمي درجة أولى مساعد حكم ثاني حكم، رابع بدر عنيزي درجة الثانية. الرسم التشكيلة أمامكم مشاهدينا مشاهدي قنوات السعودية الرياضية. ضربة البداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي محدثكم أحمد خالد النفيسة في هذه المواجهة في الجولة 20 دوري زين السعودي للمحترفين. في هذه المباراة يلعب الفريق النصراوي حراسة المرمى عبد الله العنزي، في الدفاع ظهير أيمن خالد الغامدي، قلب دفاع عبد المحسن عسيري محمد عيد، ظهير أيسر حسين عبد الغني، لاعبين محور هم اثنين خالد عزيز وابراهيم غالب، لاعب الطرف الأيمن الكوري كيم، لاعب الطرف الأيسر حاج بوقش، واللاعب الجديد اللاعب ريتشي كسان العاب وفي الأمام محمد السهلاوي. هذا هو التشكيل للفريق العالمي للنصر اللي الآن في كرة في الجهة اليسرى، والكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس أحمد عباس في الوسط في مباراة اليوم، والفريق الأنصاري أيضا اللي أجرى العديد من التغييرات في هذا بين في فترة يناير انتقالات الشتوية، وهذه دكة الاحتياطية الآن الفريق الأنصاري الذي يعيش فترة في تحسن النتائج. الكرة ملعوبة الآن في المنتصف، خالد عزيز يسيطر على الكرة، اللاعب الذي انتقل في أيضا فترة الانتقالات الشتوية، ولاعب يملك إمكانات كبيرة طبعا بخبرات كبيرة، لكن ينتظر منه النصراويون الكثير بالقادم. حاج بوقش الآن في الجهة اليسرى يمر الآن في محاولة نصراوية تعود للحاج بوقش، اللعب مستمر لكن فيها خطأ لصالح الفريق النصراوي لصالح اللاعب محمد السهلاوي، خطأ لمحمد السهلاوي. إذن الأنصار يلعب به عبد الله الزهراني، أيمن راجح، محمد صفوان، فهد الجهني، أحمد عسيري، علي الفلاتي، تركي خضير، نايف البلوي، تركي الثقفي، مختار الشنقيطي، ورضوان بن والناس المهاجم للفريق الأنصاري. خطأ الآن لصالح فريق النصر فقط في دقيقتين لعب في هذه المباراة. الكرة الثابتة الآن حسين عبد الغني يلعب باتجاه المرمى على العارضة أو على القائم. المحاولة الأولى للفريق النصراوي على القائم.
القائم على القائم، رأسية للفريق النصراوي، تمر على الفريق النصراوي الفرصة الأولى في دقيقتين فقط. كرة ملعوبة الآن تأتي لفريق الأنصار في الجهة اليمنى، فرصة جول وتسديدة، ولكن الدفاعات فرصة هنا وفرصة هناك، والفريق الأنصار الآن في محاولة في الجهة اليمنى. ردة فعل كانت سريعة لفريق الأنصار بعد هجمة النصراوية. الآن هذه كرة باتجاه المرمى ولكن إلى خارج أرضية الملعب، يبدو أن الحالة الهجومية راح تكون فعالة في الجهتين في مباراة اليوم. شاهدنا هجمة نصراوية، هذه لقطة أمامكم، رأسية السهلاوي، شوف وين رأسية السهلاوي، شوف وين، في مكان ممتاز، ولكن القائم يمنع السهلاوي من هدف المباراة الأول. بعدها ارتدت وحاول الرد فريق الأنصار في بداية حتى الآن ملفتة، وإن شاء الله يكون فيها متعة لكم مشاهدينا مشاهدي قنوات السعودية الرياضية. هذه الكرة الآن موجودة مع خالد عزيز، يمر بشكل جيد بالخبرة، يحول تمريرة في الجهة اليسرى الآن حاج بوغش، ولكن المتابعة في إبعاد من محمد صفوان إلى خارج أرضية الملعب. محمد صفوان المدافع مع الفريق الأنصار غير جلده بشكل كبير بقيادة جلال القادري المدرب التونسي بعد سلسلة المباريات 17 التي أنهكت فريق الأنصار. كرة إلى خارج أرضية الملعب، لاعب أمامنا هنا محمد عيد، لاعب ينضم للمنتخب السعودي في تشكيلة رايكات، بينما المدرب ماتورانا، المدرب بالتأكيد صاحب 62 سنة وإنجازات تتكلم عنه، يكفي أن نقول بأنه حقق بطولات قوية في أمريكا الجنوبية، يكفي أن نقول كوبا ليبرتادوريس مع الأتليتيكو ناشيونال. هذه كرة ملعوبة، عبد المحسن عسيري في طريقة إبعاد ممكن تسبب إحراج. الكرة موجودة مع فريق الأنصار، تمريرة في الجهة اليمنى، تحرك لفريق الأنصار، عرضية ملعوبة والكرة إلى خارج أرضية الملعب. ضربة زاوية لصالح فريق الأنصار، لا يريد العودة إلى الماضي. الأنصار يريد توديع الخسائر، يريد توديع نزيف النقاط بعد 17 خسارة. تعادل مع الاتفاق، تعادل كان قريبا منه بأن يفوز، وفاز على التعاون، ويلعب مع النصر الآن بضربة زاوية ممكن يسجل باتجاه المرمى، والكرة مع الحارس عبد الله العنزي. محاولات جريئة الأنصار بشكل بوجه آخر، وبالتالي النصر يجب أن لا يرتكن على مباراة المدينة الماضي إذا ما أراد تحقيق شيء في مباراة اليوم. والأنصار يعمل كما هو مطلوب، كامل الآن يلعب الكرة في الجهة اليمنى في محاولة لفريق النصراوي، الكرة مقطوعة لصالح علي الفلاتي، تأتي الكرة لفريق الأنصار مقطوعة، خالد عزيز خطأ عليه، خطأ على اللاعب خالد عزيز، ولصالح اللاعب تركي الثقفي صاحب القدم اليسرى واللاعب اللي يلعب لفريق الأنصار بعد أن بالتأكيد قدم مستويات جيدة مع الأهلي ومن ثم سلسلة الانتقالات مع نجران والآن مع الفريق الأنصار وفي هذا الموسم اللي يسعى فيه تركي وزملائه الثقفي لأن يبقوا في دوري زين في مهمة ليست بالسهلة. خطأ لصالح فريق الأنصار، ملعب الكرة من محمد صفوان، يلعب الكرة في الجهة اليمنى طويلة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. ضربة مرمى، هذا اللاعب اللي أمامنا مختار الشنقيطي، بالتأكيد لما نشوف هذا اللاعب نتذكر الهدف الجميل والجميل جدا في مرمى الاتفاق. بينما جلال القادري المدرب اللي أمامنا الذي يقود فريق الأنصار في 13 موسم عمل فيه كمدربة، بينما فرانشيسكو ماتورانا، لما نقول ماتورانا نقول بطولة الكوبا لابيرتادوريس اللي حققها في عام 1989 مع الأتليتيكو ناشيونال، بطولات بالعيار الثقيل، ويسعى لعودة النصر للبطولات صاحبة العيار الثقيل. بالتأكيد هذه كرة ملعوبة، ريتشي من أمام كين، والكرة تمر لصالح فريق الأنصار، ريتشي في الظهر الأول، هذه تمريرة فريق الأنصار، فرصة جول، وعبد الله العنزي بلمسة كان حاضرا في فرصة محققة لفريق الأنصار. فرصة مرت من أمام اللاعب رضوان بن والناس، اللاعب التونسي المهاجم في تشكيلة فريق الأنصار. كرة موجودة في المنتصف الآن، تأتي لصالح فريق الأنصار، تركي الثقفي، حركة الجهة اليسرى مقطوعة، بالخطأ الآن تأتي لفريق الأنصار، المحاولة عبد المحسن عسيري، لاعب فريق الأولمبي والذي تألق مع الفريق الأولمبي، ماتورانا بثقة يضعها بهذا المدافع ليكون أساسيا بجانب محمد عيد. رمية التماس لصالح فريق الأنصار، لكن ما الجديد في الأنصار؟ شوفوا الفرصة لعبد الله العنزي، الجديد الجرأة، الجديد الهجوم، الجديد الرغبة الكبيرة في الوصول للمرمى، الهجوم
المباغت على الفريق النصراوي يلعب الفريق النصار، لا تفرق معاه لا أرض لا جمهور، وإن كان الحضور الجماهيري ليس بالحضور الكبير اللي تعود عليه الفريق النصراوي. الكرة ملعوبة الآن والسيطرة مستمرة لفريق الأنصار، كرة ملعوبة في الجهة اليمنى، تأتي الكرة مع لاعب في الجهة اليمنى مختار لرضوان، مرور الآن من رضوان بن الناس، والكرة ملعوبة باتجاه المرمى لتأتي مرة أخرى، تسديدة باتجاه المرمى، ورضوان بن الناس تسديدة تذهب إلى خارج أرضية الملعب، ضربة زاوية تسديدة رضوان بن والناس، المحاولة الماضية لفريق الأنصار، شوف رضوان وفي أحد المدافعين لفريق النصر إلى ضربة زاوية، الضغط مستمر لمن؟ لفريق الأنصار، الضغط والرغبة والوصول لمن؟ لفريق الأنصار، هل ممكن أن يوقع الأنصار هدف المباراة الأول الآن؟ ضربة زاوية موجودة، الركنية الثانية للأنصار، وهو الوحيد الذي لعب كرات ركنية، تركي الثقفي الآن يلعب الكرة مرة أخرى، راح يعرضها تركي باتجاه المرمى بالراس، متابعة، جول 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 للأنصار، جول للأنصار، هدف أول، سلسلة هجمات، هجمة ورا هجمة يساوي جول، ضغط ورا ضغط يجيب جول، تحرك ورا تحرك يجيب جول، والأنصار يريد صناعة مستحيل بعد 17 خسارة، يريد صناعة مستحيل أمام العالمي بهذه الكرة، سجل الأنصار وأسكت العديد في ملعب الأمير فيصل بن فهد، ويسجل هدف مباراة الأول، ضغط وحاول وبكل بساطة، 1+1 يساوي جول، 1+1 وممكن يساوي بقاء للأنصار، بقاء للأنصار. الكرة كانت من اللاعب رقم 26 أحمد العسيري، أحمد العسيري سجل هدف مباراة الأول لصالح فريق الأنصار، ويغوي يغير الأجواء، الدقيقة التاسعة تأتي بهدف المباراة الأول لفريق الأنصار، غير الوضعية، غير السيناريو، وحقيقة 10 دقائق حقيقة قدم فيها كل ما يمكن فريق الأنصار لكي يسجل، أخذ الركنية الثانية، من ركنية ثانية فقط سجل فريق الأنصار هدف المباراة الوحيد. ناخذ متعة الآن، ناخذ سيناريوات، ناخذ دراما، ناخذ أجواء قادمة. الكرة ملعوبة الآن مع الغامدي في الجهة اليمنى، تلعب الكرة، غالب يحول الكرة في الجهة اليسرى، حسين عبد الغني، الناصر يتأخر بالنتيجة، الملعب في حالة هدوء تام، ملعب بوقاش في الجهة اليمنى، نسمع فقط توجيهات اللاعبين، حسين عبد الغني التحرك للتعديل، حسين يلعب العرضية، المتابعة كرة مبعدة من فريق الأنصار لتأتي في الجهة اليمنى لفريق الأنصار، الآن ملعب الكرة مع 32 نايف البلويين، الكرة إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب، المحاولة التي كانت من اللاعب نايف البلوي، بينما هنا الظهير الأيسر يسجل الهدف أحمد العسيري، الهدف الأول لفريق الأنصار، رضوان بن والناس، الكرة فيها استمرارية للعب، 1-0 الأنصار، 1-0 الأنصار، وكأن يقدم عكس ما يتوقع الكثيرون، يا جماعة الفريق قريب من الفوز على الاتفاق، الفريق فاز على التعاون، الفريق يتقدم على النصر حتى الآن في 10 دقائق، ننتظر ما لدى الأنصار في القادم من الدقائق، وما لدى النصر من العودة بمستواه ومن التعديل بنتائجه في القادم من الدقائق. خطأ الآن موجود، خطأ موجود لصالح فريق النصر على اللاعب مختار الشنقليدي، صاحب هدف من أروع أهداف دوري زين في مرمى الاتفاق على حسين عبد الغني، الكرة التي يسقط بها حسين ويكسب منها فريق النصر. خطأ الآن قادم، حسين عبد الغني يلعب الكرة العرضية، تأتي بالراس والكرة إلى خارج أرضية الملعب، محمد عيد الدولي القادم في مواجهة استراليا، حاول بالراس من عرضية الخبير القدير عبد الغني، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، لكن بالتأكيد بعيدة الرأسية، وحاول يلحقها ولكن الكرة مرت إلى ضربة مرمى. الأنصار يتقدم، والأنصار صاحب العديد من التغييرات في فترة الانتقالات الشتوية، الأنصار اللي بالتأكيد معدل أعمار 26 للفريق الأنصاري، سجل 12 هدف فريق الأنصار، بينما تلقت شباكه 42 هدف، نتائج بالتأكيد ملفتة للجميع، لا
لكن حتى الآن يقدم وضعا مختلفا طوال ثلاث جولات. أما تورانا المدرب الكولومبي الذي بالتأكيد هذه المباراة والنتيجة اللي أمامنا ممكن تكون زيادة حمل وزيادة ضغط على نتائج وعليك شخصيا على المدرب الكولومبي ماتورونا الذي يخطط لدراسة الفريق النصراوي، لكن خسارة من هذا النوع ونحن نتحدث عن 10 دقائق فقط، لكن بالتأكيد إذا النتيجة مثل هذه النتيجة إذا انتهت بهذه الطريقة بالتأكيد راح تكون ضغط كبير على المدرب الكولومبي. الركنية الثالثة لفريق الأنصار ملعب فيها الجهة اليمنى، يتحرك فيها فريق الأنصار، فرصة مراوغة محاولة الكرة إلى ضربة زاوية، ضربة زاوية رابعة لفريق الأنصار. الأنصار مع ضربة زاوية رابعة، سجل من ضربة زاوية في الدقيقة التاسعة، والآن ترك الثقة في مع محاولة أخرى لفريق الأنصار. الكرة ملعوبة باتجاه المرمى، لكن سيطرة عبد الله العنزي، حراسة النصر شهدت عدم ثبات في تشكيلة الفريق النصراوي. خالد راضي عبد الله العنزي تناوبه على الحراسة، هذه المباراة العاشرة لعبد الله العنزي، بينما خالد راضي لعب 11 مباراة مع الفريق النصراوي. وهذا أبو تريكة، لكنه هو تركي خضير، لاعب الوسط المميز مع فريق الأنصار. هناك لاعب محسن عيسى، اللاعب المميز أيضا اللي انتقل للأهلي، أحد الأسماء التي يتجه الفريق الأنصاري. ملعب الكرة الآن في الجهة اليمنى لفريق النصر، الآن موجودة مع خالد الغامدي في الجهة اليمنى. خالد يلعب كرة، فرصة للنصر الآن ريتشي، هذا البرازيلي الجديد، لكن الكرة لصالح فريق الأنصار، يرجعها الأنصار، تأتي لريتشي مرة أخرى، جديد النصر، يلعب الآن لخالد عزيز، حسين عبد الغني، الله! حلوة، قوية، باتجاه المرمى، ليبرز منها عبد الله الزهراني. شوف الكرة مرة أخرى، هذه الكرات اللي يبغى لها خبرة، اتجه ولعبها بقوة، وعبد الله الزهراني يحولها إلى ضربة زاوية أولى للنصر، تسديد لحسين عبد الغني، المحاولة للتعديل وضربة زاوية. على فكرة الأنصار ممكن بجول تغير أمور، ريتشي الآن يلعبها باتجاه المرمى، الكرة بإبعاد دفاعات الأنصار، تأتي في الجهة اليسرى الآن، المحاولة لنايف البلوي، يتحرك في الجهة اليمنى، ضغط خالد الغامدي إلى خارج أرضية الملعب ورمي التماس. خالد الغامدي اللاعب الذي كان في الموسم الماضي مع القادسية، وأحد الأسماء اللي تدعم بالتأكيد مركز الظهير الأيمن لفريق النصر. ورمية التماس الآن موجودة مع صاحب الهدف 26 أحمد عسيري، ملعب الآن تركي الثقفي، يلعبها لرضوان، رضوان الآن بن والناس، رضوان التونسي يلعب باتجاه المرمى، ولكن العمل الدفاعي قوي في اللقطة الماضية. خالد عزيز يلعب كرة مقطوعة لصالح فريق الأنصار، تأتي الكرة لتركي الثقفي، الثقفي الآن في الوسط في محاولة لتأتي مرة أخرى، لعب في البلوي باتجاه زميله مختار، لكن سهل لحسين، مقطع الكرة الآن، أصارية ملعوبة لمختار، مختار الشنقيطي في الجهة اليمنى، يحاول فيها يلعب عرضية يكسب منها ضربة زاوية، ضربة زاوية لمختار الشنقيطي اللي حاول في الكرة الماضية، بينما هذه كرة حسين عبد الغني اللي سددها وتألق فيها عبد الله الزهراني. ضربة زاوية للأنصار، ركنية خامسة للأنصار المتقدم بالنتيجة، ملعبها لعب اتجاه المرمى. عبد الله العنزي يبعد الكرة لتأتي في الجهة اليمنى مرة أخرى لفريق الأنصار. خطأ للأنصار في اللقطة الماضية على محمد السهلاوي لصالح تركي الثقفي. تركي الثقفي يسيطر على الكرة الماضية، يكسب منها خطأ لصالح فريق الأنصار. الأنصار مع كرة ثانية، مع فرصة جول ثاني ممكن، لكن حكم المباراة عبد الرحمن المالكي يطالب بإعادة تنفيذ الكرة مرة أخرى لفريق الأنصار. تقريبا ربع ساعة، والأنصار يتقدم، والأنصار يهاجم الآن مرة أخرى. ملعب الكرة الآن تركي الثقفي باتجاه المرمى، وعبد الله الغامدي يسيطر على هذه الكرة، يسيطر عليها عبد الله.
تلعب الكرة الآن في الجهة اليسرى لفريق النصر، مقطع الآن بالضغط، تأتي لكيم، كيم لفريق النصر الآن، ريتشي الجديد، ريتشي للجهة اليمنى الآن خالد الغامدي، النصر مع محاولة جديد، النصر ريتشي يلعبها لخالد، محاولة مرة أخرى ولكن تعود لفريق الأنصار في الجهة اليسرى نادي اللوي، عمل رضوان بن والناس عامل عمل كبير جدا في خط الهجوم لفريق النصر. هذه كرة ملعوبة، عبد المحسن عسيري كان في اللقطة الماضية في إبعاد الكرة التي كانت على الفريق النصراوي لعب الفريق اللمبي، والذي أبعد الكرة الماضية من أمام رضوان. هذه كرة ملعوبة في الجهة اليسرى، حسين عبد الغني يحول الكرة الآن في المنتصف، ريتشي يلعبها في الجهة اليمنى لغالب في الجهة اليمنى، غالب مين؟ عباس، أعطي الآن فرصة، الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب، الكرة كانت من أحمد عباس وخالد الغامدي لعبها الفرصة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. ضربة زاوية لصالح فريق النصر الآن، حاج بوكش نجم مع الفريق القدساوي انتقله في انتقالات الشتوية لفريق النصر، يحاول الظهور بإمكاناته مع القادسية، ريتشي الآن يلعب باتجاه المرمى، رأسية الآن مبعد محمد عيد بمتابعة عبد الإله الزهراني، متابعة عبد الإله الزهراني الحارس الذي يتولى القيادة في فريق الأنصار بعد الحارس البسيسي طبعا اللي لعب أغلب المباريات في دوري زين في حراسة المرمى. عبد البسيسي لعب 17 مباراة مع الفريق الأنصاري، تلقى شباكه 40 هدف، لكن عبد الله الزهراني يلعب مباراته الرابعة اهتز شباكه فقط بهدفين. محمد عيد، عبد المحسن عسيري، حسين عبد الغني، اقترب من 20 دقيقة لعب والأنصاري يتقدم في الدقيقة التاسعة بهدف اللاعب الظهير الأيسر أحمد العسيري. نصر الآن، ريتشي البرازيلي القادم من فاسكو ديغاما البرازيلي، كان لعب في الدوري الفرنسي في الدرجة الثانية في الدوري الفرنسي، هذا البرازيلي مع أيضا البرازيلي الآخر باكنر وكيم، لاعبين تم التعاقد معهم فقط في 6 أشهر إلى نهاية الموسم. اللاعب الوحيد اللي ممكن بعقد طويل هو بوغاش، هذه كرة ملعوبة لخالد الغامدي في الجهة اليمنى ملعوبة عبي دفاعات الأنصار إلى خارج أرضية الملعب. ضربة زاوية للنصر يسعى لهدف تعديل، ممكن يكون هذا الهدف يغير في وضعية المباراة، لذلك على المدرب جلال القادري أن يحمي مرماه ويستغل الحالة المعنوية لفريقه إذا ما أراد المحافظة على النتيجة. خالد الغامدي لريتشي، ريتشي يلعب كرة عرضية، متابعة بالرأس من دفاعات الأنصار، عبد المحسن فرصة وإبعاد، تأتي مرة أخرى لفريقي النصر، خالد عزيز يلعبها لخالد غامدي، ضربة زاوية أخرى، ضربة زاوية أخرى، خالد الغامدي كان في المتابعة بينما ماتورانا المدرب الكولومبي في متابعة لوضعية النصر، ممكن يكون في تدخل فني، لكن نشاهد ضربة الزاوية القادمة الآن لفريق النصر، كرة ملعوبة الآن من ريتشي مرة أخرى باتجاه المرمى، وإبعاد من دفاعات الفريق النصراوي. حسين عبد الغني وحيدا في الاستقبال لهذه الكرة، ممكن يلعب كرة عالية حسين عبد الغني فعلا، لكن يلعبها في الجهة اليمنى للبرازيلي ريتشي للغامدي، غامدي ملعوبة، كيم اللعبة مستمرة، الثقف يلعب كرة لرضوان، رضوان بن والناس من أمام عيد، وعيد يتابع الكرة ويلعبها لرمية تماس للنصر. رمية تماس لصالح فريق النصر أو للأنصار، ملعب الكرة الآن مع أحمد العسيري، خالد الغامدي ظهير الأيمن، 16 مباراة مع النصر وعنده هدف، كرة ملعوبة الآن ريتشي، ريتشي الآن يلعب كرة لعزيز، عزيز في كرة أمامية، ملعوبة في المنتصف الآن، بوغاش للسهلاوي، ينتظر السهلاوي، كرة مقطوعة
تعود مرة أخرى محمد سهلاوي يلعبها كيم عزيز حسين عبد الغني أبو عمر الآن في الجهة اليسرى يحاول يلعب كرة الآن لكيم الكوري يلعب عرضية المتابعة ولكن إلى خارج أرضية الملعب تنظيم بالتأكيد افتقد الفريق النصراوي وقرارات اللاعبين في الصناعة في الجمل التكتيكية أمور بالتأكيد راح نشاهدها على الطاولة التحليلية للزميل حمدان حمدان برفقة الكابتن يوسف خميس وكذلك الكابتن نجيب الإمام لتحليل وضع النصر والأنصار في مباراة اليوم. وضعية النصر من ناحية التنظيم وضعية الأنصار من ناحية استغلال الفرص والهجمات اللي شنها منذ الدقائق الأولى. كيم الآن يلعب كرة في الجهة اليمنى. الكرة اللاعب الكوري ملعب الريتشي الجديد يلعبها الآن في منتصف للاعب أحمد عباس. حسين عبد الغني يلعب عرضية والسهلاوي بالرأس إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب في دوري زين. طبعا ونحن الآن في الجولة العشرين في شوط أول 195 هدف إلى ما قبل هذه المباراة 195 هدف بينما في الشوط الثاني 220 هدف في دوري زين. طبعا في هذا الموسم المحليين يتألقون بشكل جيد المحليين بتسجيل 244 هدف وتسجيل الأجانب 164. كرة ملعوبة الآن لبوغش يلعب كرة أمامية نصراوية لاريتشي لتأتي الكرة مقطوعة لصالح فريق الأنصار اللي يبدأ يمسك الكرة ويتعامل مع رغبات فريق النصر الهجومية. علي مختار يلعب الكرة في الجهة اليمنى لفريق الأنصار له محاولة رضوان يلعب عرضية وإلى خارج أرضية الملعب. فيها ضربة زاوية الكرة الماضية لفريق الأنصار. كرة رضوان بن والناس لاعب التونسي ليلعب مباراته الرابعة ولديه هدف عامل خطورة في الأمام لفريق الأنصار. وهذه الكرة مرة أخرى تم احتساب بأنها لمست لاعب النصر. ضربة زاوية الآن ملعوبة تركي الثقفي يلعب على الكرة وبيدي عبد الله العنزي تلعب الكرة الآن في الجهة اليمنى. ريتشي خارج أرضية الملعب. النصر 25 دقيقة بالتأكيد يريد التعديل والأنصار يواجه الآن عمل النصراوي للعودة بالنتيجة. عبد المحسن عسير الآن لاعب الأولمبي تألق في هذا المركز شاهدناه مع الأولمبي في المحور. هذه كرة ملعوبة الآن بوغوش رائعة جدا لحسين ملعوبة الآن فرصة نصراوية فرصة جول. كم يعدل الأمور للنصر. كم يعدل ويأتي بهدف المباراة الأول ويكسر أي سيناريو سيء للفريق النصراوي كم الكوري هدف المباراة الأول. هذه التمريرة بوغاش تمريرة رائعة وحسين الخبير بالمضمون لعبها للكوري كم والكوري يأتي بهدف التعديل والتصفيح للفريق النصراوي في شوطه المباراة الأول. 1-1 1-1 الكوري كم يسجل هدف في المباراة لفريق النصر. إذن الكوري كم يسجل هدف مباراة كيم يونغ سوك في مباراته الثالثة يسجل هدف المباراة أو هدف الأول مع النصر. ملعب الكرة الآن 1-1 للأنصار في الجهة اليسرى. نايف البلوي من أمام عيد عيدها لبوغش لفريقي النصر الآن عباس بوغش في تمريرة لفريق النصر بعد ما عدل
يرغب بالعودة والنتيجة يحاول صناعة خلخلة وارتباك لدفاعات الأنصار، وإذا نجح في ذلك ممكن يصنع نتيجة ممكن حتى كبيرة. لكن الأنصار أصبح لديه خبرة في هذه الحالات وليريد العودة لها بعد 17 خسارة في الجولة الماضية. سقوط أحد اللاعبين ومطالبة بإخراج الكرة من لاعبي النصر. نشاهد اللقطة، هذه الكرة طبعا للهدف لفريق النصر، ولعبة اللاعب كيم الكوري الجنوبي وصناعة لحسين عبد الغني. حسين صنع 5 أهداف وكملها الآن 6 صنعها لفريق النصر من أهداف. مرعب الكرة في الجهة اليمنى، الغامدي يتحرك الآن إلى خارج أرضية الملعب. خالد عزيز يلعب الآن لعباس بوكاش، وفيها صفرة وخطأ لصالح فريق الأنصار. النصر طبعا بعد أن بدأ مباريات دوري زين بفوزه على فريق الرائد، كان قد خسر في الجولة الثانية من أمام فريق الأهلي، تعادل مع فيصلي 1-1 في المجمعة، خسر من الفتح، ومن ثم مر بالمختلف النتائج. لكن انتصارات النصر كانت على الرائد وعلى هجر وعلى النجران، الأنصار والرائد والفتح، وبالتالي يسعون لمركز أفضل في دوري زين. سقوط لحد لاعبي الأنصار. نقترب من نصف ساعة لعب مشاهدينا مشاهدي قنوات السعودية الرياضية. 1-1 سجل للأنصار اللاعب أحمد العسيري، وعدل الكوري الجنوبي كيم من صناعة حسين عبد الغني. عدد من الحضور الجماهيري في مباراة اليوم. كرة ملعوبة الآن مع اللاعب أحمد عباس. خالد الغامدي، عبد المحسن عسيري لعباس مرة أخرى، يلعبها للجديد في النصر ريتشي. لما أتكلم عن فاسكو دي جاما، نادي كبير في البرازيل، قدم منه البرازيلي مكان اللاعب طبعا بينو اللي أصيب ولم يكمل إعارته للنصر. خالد الغامدي يتقدم في الجهة اليمنى، يمر بخطورة وضغط الكرة إلى خارج أرضية ملعب. ضربة زاوية لصالح فريق النصر بعمل فردي جيد من خالد الغامدي، والكرة إلى ضربة زاوية. ضربة زاوية لفريق النصر، نلعب في آخر ربع ساعة مشاهدينا مشاهدي قنوات السعودية الرياضية. هذه كرة ملعوبة الآن ومتابعة لتأتي في الجهة اليسرى مرة أخرى إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب رامي التماس الآن ملعوبة ريتشي الآن يظهر مع فريق النصر. خالد الغامدي يلعب الآن لخالد عزيز لعباس. ملعوبة الكرة الآن مع الفريق الأنصاري، مع عفلاتي تركي الثقفي الآن يلعب كرة وسهلة بيد عبد الله الغامدي. مرعب الكرة الآن خالد عزيز كيم الأنصار مع تركي الثقفي. أحمد العسيري يلعب عليه رضوان، ولكن في موقف تسلل رضوان بن والناس اللاعب التونسي واللي جلب المدرب جلال القادري
13 سنة من التدريب في عالم التدريب مدرب فريقي الأنصار، ونعلم بأن فريق الأنصار تأهل في المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى وتأهل إلى دوري زين. بوغش يلعب الكرة الآن، رضوان بن والناس في الجهة اليمنى في محاولة، محمد عيد خطأ لصالح النصر ونفذ بشكل سريع. ملعب الآن إعادة لتدخل بين عيد وبين رضوان بن والناس، هذه الكرة اللي كانت بين اللاعبين، وملعب الكرة الآن كيم صاحب الهدف الكوري الجنوبي، يلعب لخالد عزيز لكيم، لكن تعدلت الأوضاع بشكل مختلف لفريق النصراوي بعد الهدف الأنصار. كم ممكن يمر بمختلف السيناريوهات في فريق النصر، لكن هدف بالتأكيد يطمن اللاعبين ممكن يسجل هدف آخر، هذا السيناريو يفكر فيه النصراوي. هذا كرة ملعوبة لأن خالد الغامدي يلعب كرة عالية راسية الأمين بوغش، متابعة كيم ولكن تعود لفريق الأنصار. ملعوبة الآن أيمن راجح لرضوان، يمر فيها الآن للأنصار، مرور لراجح في الجهة اليمنى، راجح سقوط واللعب مستمر، اللعب مستمر ما فيها شيء. أيمن راجح كان في اللقطة الماضية بينه وبين عيد، لكن عيد اللي يقدم مستويات جعلت ريكارد يطلب مشاركته مع المنتخب الأول. حسين عبد الغني ملعوب الآن، عباس خالد عزيز في كرة الآن، لكن الجميل بخالد عزيز أنه يملك لمسته، يملك قدرته على التمرير على القراءة، وبرغم اللي مر فيه في الأيام الماضية لكن في أمور يملكها. هذه كرة ملعوبة الآن، رضوان يلعب كرة بيد الحارس عبد الله الغامدي، هذه الكرة الماضية بين رضوان وبين محمد عيد، وعبد الله الغامدي يتصدانها. رضوان ممكن يعمل كرة بأي هجمة يسجل منها هدف، لاعب حتى الآن يتحرك بشكل رائع كرأس حربة وحيد مع فريق الأنصار. حسين عبد الغني يلعب الكرة الآن، الفلاتي لفريق الأنصار، تركي خضير يلعب كرة أمامية الآن، فرصة لفريق الأنصار الآن. عبد الله الغامدي ملعوبة، محمد عيد تمريرات لفريق النصر في آخر 10 دقائق من نهاية شوط المباراة الأول، 1-1 النصر والأنصار، مباراة الذهاب انتهت لصالح فريق النصر. فيصل ملعوبة الآن كم للأنصار، تركي ثقفي الآن، ملعوبة النصراوية، خالد عزيز يقاتل بشكل يعجب جماهير النصر. سهلاوي الآن كم، خالد عزيز ضغط موجود، عسيري عبد المحسن، عباس يلعب كرة في اليسار لبوغش، النصر في محاولة عرضية ومتابعة لم تكن حاضرة إلى خارج أرضية ملعب حاج بوغش، تألق أي تألق مع القادسية، لاعب الذي أيضا برز بالتأكيد مع فريق الإمارات الإماراتي في دوري أبطال آسيا وجلب القادسية هذا الموسم، واستقطب النصر في الفترة انتقالات الشتوية. عيد يلعبها، حسين عبد الغني، عبد الغني الهدف طبعا فيكتور، 16 هدف اللي فجأة توقف عن التهديف، ناصر الشمراني 14، هنا كرة فيها خطأ لفريق النصر. ملعب الكرة الآن بشكل سريع، فرصة الآن تمر، لا زالت نصراوية، بوغش يتقدم، بوغش يلعب فرصة، جول الله، ومتابعة مرت على النصر، كرة خالد الغامدي مع السهلاوي، لكن الكرة مرت، ضغط ومتابعة نصراوية كانت من الممكن
كانت من الممكن تأتي بهدف مباراة الثاني. شوف الكرة خالد الغامدي لاعب العرضية تركها لبعض اللاعبين توقع بأنها خرجت، وهذا السهلاوي اللي حاول وكرته الإكروباتية مرت إلى خارج أرضية الملعب ضربة مرمى. تلعب الكرة الآن مع فريق الأنصار الآن بالرأس، تلعب في الجهة اليمنى مرعوبة لفريق النصر عبد المحسن في الكلاسيكو، وهدف للهلال يسجل نواف العابد، بينما هنا حتى الآن 1-1، وحتى الآن لم يصلنا شيء في مباراة التعاون والشباب. حج بوغش، وهنا أيمن راجح الظهير الأيمن لفريق الأنصار من أكثر اللاعبين مشاركة، 17 مباراة في دوري زين مع 3 أهداف الظهير الأيمن. وشاهد التصويب على المرمى في الجانبين 2-2، لكن كانت التهديف لمرة واحدة. ريتشي للنصر الآن، عيد الآن يلعبها لي خالد عزيز لحسين، حسين يتقدم يلعب كرة أمامية سهلاوي، ولكن راسية الدفاعات الأنصارية في الجدية من الآن مختار في كرة لرضوان. رضوان عمل جيد جدا هجوميا مع الفريق الأنصار، هذا اللاعب اللي قدم الإضافة اللاعب رضوان بن والناس، بينما هذه الفرصة الأخيرة للنصر خالد الغامدي بالرأس مع الحارس مع القائم مع الحظ، وفرصة مرت على فريقي النصر. تلعب الكرة خالد الغامدي، فرصة موجودة للأنصار الآن في الجهة اليسرى، آخر 5 دقائق ملعب الكرة الآن عرضية المتابعة، مختار يلعب كرة والكرة إلى خارج أرضية الملعب ضربة مرمى. مختار الشنقيطي اللاعب اللي حاول في الكرة الماضية، ومن جهة حسين عبد الغني، شوف الكرة مرت تابع حسين والشنقيطي حاول يلعبها عرضية مرت إلى خارج أرضية الملعب بالتأكيد. حينما نشاهد مختار نشاهد مسجل هدف جميل في مرمى الاتفاق. محمد عيد، ريتشي، حسين عبد الغني، خالد عزيز لحسين، تمريرات لفريق النصر. تلعب الكرة الآن ريتشي مع خالد عزيز يلعبها لعباس. بعض التغيرات لو تلاحظون على تشكيل النصر، تلعب له للأنصار في الجهة اليسرى، نايف البلوي اللاعب اللي كان موجود مع فريق الاتحاد، فلاتي تركي الثقفي ممتازة يمر فيها الآن نايف البلوي لتركي، يلعب الآن بتمريرة لفريق الأنصار. أحمد عسيري تحركات أنصارية، مسجل هدف الأنصار، يلعب عرضية وفرصة الآن، وعبد الله العنزي يتصدى للتحركات لفريق الأنصار. هذا أحمد العسيري صاحب هدف المباراة لفريق الأنصار اللي سجل من ضربة زاوية في الدقيقة 9. عيد مع فريق النصر الآن في تمرير حسين، يحاولون الاستفادة والسيطرة على الكرة أكبر وقت ممكن، ومن ثم محاولة مباغتة فريق الأنصار لأن هدف ثاني راح ممكن يفتح فريق الأنصار. كم الآن، كم في الجهة اليمنى، غامدي عرضية ولكن تعود، إلى خارج أرضية الملعب رمي التماس، عسيري، عباس، ليعيد في دقائق أخيرة من شوط المباراة الأول. مشاهدينا مشاهدي قنوات السعودية الرياضية، ملعب الكرة الآن باتجاه المرمى، تسديدة مرت من أمامي من كرة البرازيلي ريتشي، اللاعب ريتشي، فينيسيوس ريتشي، هذا فينيسيوس ريتشي لاعب
برازيلي قادم من نادي فاسكو دي جاما البرازيلي اللي يلعب مع فريق النصر. ضربة مرمى الآن تلعب الآن من عبد الله الزهراني، كرة ملعبة فيها خطأ على تركي خضير، على اللاعب تركي خضير لاعب فريق الأنصار لاعب الوسط. كرة معاه الآن يراوغ بشكل جيد، يلعبها الفلاتي لفريق الأنصار. الآن نايف مقطوعة للنصر، ريتشيلا يحول كرة مع بوغش. تغييرات كبيرة جدا في فريق النصر، تغييرات أجانب، تغييرات في الخارطة الأساسية. شكل النصر مع بداية الدوري مع كوستاس ومن ثم في فترة تكليف المدرب الوطني علي كمير، والآن مع ماتورانا بدايته شهدت بعض النتائج الجيدة للنصر. تلعب عبد المحسن، سلسلة تمريرات كثيرة لفريق النصر. عزيز بوغش يلعب الآن، ريتشي للنصر، كم تمريرة احسب معاي، عدت العشرة. مرعوبة لحسين عبد الغني في الجهة اليسرى، تمرير الآن لكم عباس، ريتشي، خالد الغامدي في الجهة اليمنى، بوغش في تغيير مكان الآن على الطرف الأيمن، يلعبها لريتشي. النصر الآن في سلسلة التمريرات، يتقدم له فرصة جول لعباس، الآن يمر يلعب كرة وتمر إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب سلسلة تمريرات نصراوية رائعة أمر فيها لاعبي النصر لفرض الشخصية، لسيطرة على الكرة، لإرباك فريق الأنصار. افقادهم الثقة واتجهت إلى ضربة زاوية ممكن. يحاول النصر الآن مع كرة من ضربة زاوية إنهاء أمال الأنصار بتقدم. هذا كرة ملعوبة الآن مبعدة من دفاعات الأنصار، تأتي غامدي خارج أرضية الملعب. خالد الغامدي كان في المحاولة الماضية، عزيز الآن يلعب كرة عرضية للأنصار، ملعب الآن عباس يلعب كرة إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب المحاولة الماضية من لاعب أحمد عباس، أي لعب الكرة للمحاولة الماضية شوط المباراة الأول في طريق للنهاية. دقيقة واحدة مضافة وهنا كرة ملعوبة إلى خارج أرضية الملعب. يبدو أن الوضع في هذا كما نشاهد في المباراة النتيجة 1-1. يبدو أن في شوط المباراة الثاني هناك وضع آخر وهناك ترتيب آخر للفريقين في 45 دقيقة. إذا مشاهدينا مشاهدي قنوات السعودية الرياضية، لنا لقاء في شوط المباراة الثاني بعد الفاصل. وكذلك للكباتنا يوسف خميس، نجيب الإمام. إذا مشاهدينا مشاهدي قنوات السعودية الرياضية، شوط المباراة الثاني الآن على الانطلاق لمباراة النصر وكذلك الأنصار. تركنا شوط المباراة الأول بنتيجة 1-1، تقدم الأنصار في الدقيقة 9
وعدل للنصر اللاعب بيو كيم لفريق النصر في الدقيقة 25. اللاعب اللي أمامنا هنا الآن، اللاعبين في أرضية الملعب لمشاهدة شوط ثاني ممكن يكون بوضعية مختلفة للجانبين، وإن شاء الله يكون فيه الإثارة والمتعة المتوقعة في المباراة في الشوط المباراة الثاني، لأن النصر بالتأكيد أن يبقى غير الفوز في أرضه وفي ملعبه وبحضور جماهيره والأنصار الذي يقاتل على كل النقاط الباقية في دور زين من أجل بناء فكرة البقاء في دور زين السعودي للمحترفين. على ذلك ندخل شوط المباراة الثاني وبالتوفيق للاعبين في تقديم وجبة كروية جميلة الآن في هذه المباراة ضمن ثلاث مباريات تقام بنفس التوقيت من الجولة 20 من دوري زين السعودي للمحترفين، الهلال والاتحاد، التعاون والشباب، وهنا في هذه المباراة مباراة النصر والأنصار. إذا ضربة البداية منتظرة مشاهدينا مشاهدي قنوات السعودية الرياضية، إذا تنطلق الآن في شوطها الثاني، ومن المتوقع أمور كثيرة الآن في شوط المباراة الثاني على ما تركناه في شوط المباراة الأول من ناحية النتيجة التي حصلت في المباراة. الفريق النصراوي وفريق الأنصار لا يوجد تغيير، أصحاب الأرض النصر بحراسة المرمى عبد الله العنزي، الدفاع خالد الغامدي، عبد المحسن عسيري، محمد عيد، وحسين عبد الغني، لاعبي محور، لكن هذه الكرة مقطوعة على الأنصار، فرصة موجودة الآن في الجهة اليسرى، لكن تعود بمتابعة خالد عزيز، الكرة الآن في المنتصف فيها خطأ، النصر في المحور، خالد عزيز، أحمد عباس، وكذلك الطرف الأيمن، اللاعب الكوريا الجنوبي كيم بيونغ سوك، وكذلك الطرف الأيسر حاج بوغش ريتشي صانع الألعاب البرازيلي، وفي الأمام محمد السهلاوي. بينما الأنصار تشكيلته كما هي في الشوط المباراة الأول، عبد الله الأنصار في حراسة المرمى، أيمن راجح، محمد صفوان، فهد الجاني، أحمد العسيري في الدفاع، تركي خضير، وعلي الفلاتي في المحور موجود في الطرف الأيمن، مختار الشنقيطي طرف أيسر، تركي الثقفي، وموجود نايف البلوي، وفي الأمام المهاجم التونسي رضوان بن يونس، وكرة ملعبة الآن في الجهة اليسرى، ملعبة تأتي الآن لفريق الأنصار، يتحرك الآن في كرة عالية، رضوان في محاولة لفريق الأنصاري، لكن كرة بمتابعة محمد عيد اللي يقدم ثقة، يلعب بأداء ويلعب بثقة ممتازة جدا، بالتأكيد لاعب حينما يضم للمنتخب ويلقى بالتأكيد الثناء والتقدير على مستوياته بالتأكيد، وواضح المستويات لدى على اللاعب محمد عيد، اللاعب المنتقل من الأهلي لفريق النصر. كرة ملعبة الآن في المنتصف، خالد عزيز يلعبها لفريق النصر، محاولة فيها الجهة اليمنى، غامدي، خالد الغامدي الآن يعود بالكرة لتمريرة، متابعة، النصر يملك أكثر من اسم على الصعيد الأولمبي، ومنهم اللاعب اللي معاه الكرة الآن اللي شد ماتيرانا حتى يعطيه الثقة في المركز الأساسي، اللاعب عبد المحسن عسيري كابتن المنتخب كابتن الأولمبي النصراوي، وشارك في المنتخب الأولمبي للمنتخب السعودي خاصة في بطولة الخليج، هي المنتخبات الأولمبية شارك فيها عبد المحسن عسيري، كرة فيها رمية تماس الآن لصالح فريقي النصر، خالد الغامدي، خالد يلعب الكرة يعيدها، ممكن سبب إحراج، لكن عبد المحسن عسيري يتعامل بشكل جيد جدا، يلعبها لي لاعب ريتشي، ملعبها بوغش، حسين عبد الغني، تمريره لريتشي، يمر فيها بوغش، فرصة جول بوغش، يلعب كرة إلى خارج أرضية الملعب، حاج بوغش اللاعب اللي عقده هو أطول العقود المبرمة في فترة الانتقالات الشتوية، على الثقة، على التأكد من الإدارة النصراوية بأن هذا اللاعب يملك إمكانات كبيرة، وبالتالي ينتظرون الفريق النصراوي منه بالتأكيد عملا كبيرا، وأيضا في هذه المباراة بالتأكيد فرصة للحاج بوغش ليبرز إمكاناته ويبرز بأن لاعب يستطيع أن يلعب بفرق ذات جماهيرية عالية مثل فريق النصر. حسين عبد الغني يمر في الكرة،
يلعب الان لرجي محمد عيد. عيد الان راح يلعب كره مصر. حل قضيه التعديل، لو هذه قضيه كبيره انك تلعب مع فريق مسجل عليك هدف ويدافع، كون انك تعدل هذه نقطه مهمه. وعدل النصر الان يعمل على هدف التقدم. هذه الكره مبعده من محمد صفوان، تاتي الان لصالح فريق النصر. ريتشي حسين عبد الغني للنصر الان مع محمد عيد. عبد المحسن عصيري، تمريرات في ايجابيه ممتازه في فريق النصر. دقة التمريرات تناقلها بأكثر من فترة، هذه تعطي الثقة، وهذه ممكن من اللمسات الجيدة للخبير اللي راح يكمل عامه الثاني والستون من العمر. لكن هذه كرة مقطوعة من حسين، لتأتي الكرة الآن لفريق الأنصار. يمر فيها الآن مختار شنقيطي، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. رامية تماس مختار شنقيطي كان في المحاولة الماضية، ولكن الكرة تذهب إلى رامية تماس. هذه اللقطة على الماتورانا اللي عنده بالتأكيد بطولات ثقيلة في ليبرتادوريس في 89 مع ناشيونال، وأيضا حقق كوبا أمريكا مع كولومبيا، اللقب الذي حققت به كولومبيا البطولة مع المنتخب الكولومبي. هذه الكرة ملعوبة باتجاه المرمى ومتابعة، ولكن تأتي لحسين عبد الغني. حسين في الجهة اليسرى في ضغط عليه، يكسب خطرة بالخبرة حسين من أمام لاعب، والله يعني اللي جاب الأنصار فاهم. اللاعب اللي أمامنا هنا اللاعب رضوان بن والناس، عامل خطورة ممتازة وعامل خطورة على الخصوم، وأيضا في هنا في مباراة اليوم. وكرة ملعوبة الآن في الجهة اليمنى للغامدي لتفتك الكرة الآن للغامدي، معاه يتابعها، يلعب الآن لعباس. عباس في كرة يسرى الآن بوغش في الجهة اليسرى يسيطر على الكرة، يمر بوغش ممتاز، يلعب كرة الآن للنصر. بوغش الآن فرصة جول، يلعب الآن لعباس. عباس يجهز كرة في الجهة اليمنى بمتابعة تركي الثقفي مع فريق الأنصار. تمريرات وكان ممكن بوغش، لكن هذا قتال على الكرة مرة أخرى. مرر ممتاز، يلعب عرضية مرت، ضربة زاوية محاولة جميلة جدا، إصرار كبير جدا، قتالية كبيرة جدا من عزيز تعجب جمهور النصر، والجمهور النصراوي يحب اللي يقاتل، يحب اللي بالعامية يحرث الملعب ويقاتل على كل صغيرة وكبيرة. فعل ذلك عزيز ونال التصفيق. وكرة ملعوبة الآن تأتي للأنصار. يبدو أن النصر يحتفظ، ويبدو أنه سيوقف حلم الأنصار. الفريق النصراوي كرة ملعوبة طبعا 1-0 للهلال على الاتحاد، بينما التعاون والشباب في بريدة حتى الآن 0-0، ومباراتنا هنا حتى الآن 1-1. وكرة ملعوبة الآن تأتي في المنتصف لفريق النصر الآن. عباس هل يصنع ماتورانا من عزيز ويعيد عزيز إلى عزه؟ هل يعود ماتورانا بعزيز إلى عزه؟ حتى الآن يبدو اللمسات جيدة على عزيز مع فريق النصر، ويبدو أن هناك لاعبا من الأسماء التي صعدت مع الأنصار من دوري درجة الأولى. أتحدث عن اللاعب القادم في تشكيلة الأنصار، اللاعب اللي عمره الرائد الجهني. كرة ملعوبة، لاعب رقم 18 الرائد الجهني ممكن يكون في أرضية الملعب قادم بأوراق المدرب جلال القادري. ملعوبة الكرة الآن، عبد المحسن عسيري يتلعب الكرة الآن لفريق النصر. عباس طبعا الكرة ملعوبة الآن ريتشي. ريتشي يمر الجديد، يمر البرازيلي، يلعب كرة عالية إلى خارج أرضية الملعب. لعبة البرازيلي فينيسيوس ريتشي عمل كل اللعبات برازيلية، لكن التسديدة أبدا ما هي برازيلية، عالية جدا إلى خارج أرضية الملعب. مباراة الأولى ظهور الأول، الصفقة الجديدة استبدل أجانب الفريق النصراوي. وكرة ملعوبة الآن خطأ على الكوري كين.
خطأ على الكوري كيم لصالح اللعب أيمن راجح. الآن التغيير يأتي على الفريق الأنصاري، يطلع اللاعب تركي الثقة فيه وينزل لاعب بنفس المركز لكن بسرعة أكبر وبإحراج أكبر للخصوم. أتحدث عن اللاعب اللي أمامنا هنا رائد الجهني، أكثر لاعب لاعب في هذا المركز، والآن راح يدخل في أرضية الملعب مكان تركي الثقة فيه، ممكن يصنع منها الخطورة. بينما هذا الخبير، هذا من يريد صناعة نصر جديد ماتورانا، بطل الليبرتادوريس، بطل كوبا أمريكا، بطل الدوري السعودي 2002 مع الهلال، والمدرب الذي شارك مع كولومبيا في بطولة كأس العالم في 90 في إيطاليا و94 في أمريكا مع المنتخب الكولومبي. سجل مشاركات كبير وعريض، صاحب 62 سنة، ربما لا يوجد نقاش على إمكانياته التدريبية والخبرات وأن الإنجازات التي حققها، وكان هذا رده في المؤتمر الصحفي على تدخل في أعماله. لكن هذه كرة ملعوبة للأنصار، الآن محاولة معادة، تمريرة في الجهة اليمنى، يمر فيها الشنقيطي، الشنقيطي يجرب يسدد كرة إلى خارج أرضية الملعب. صاحب هدف الاتفاق، صاحب التسديدة الجميلة في الدمام، لكن في الرياض ما مشت معاه. مختار الشنقيطي، مختار الشنقيطي لعب الكرة وإلى خارج أرضية الملعب. ضربة مرمى، الحضور 1089، الحضور في هذه المباراة 1089 مشجع لكرة. الآن الله، سهلاوي وقت الحضور يحضر، تكلمنا عن الحضور ويحضر، سهلاوي جول نصراوي ثاني. النصر ينهي الأمل، النصر يعود بالنتيجة عبر السهلاوي، هدف المباراة الثاني. الحضور قليل لكن حضور السهلاوي كبير، الحضور قليل والسهلاوي كبير 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 بهذه الكرة، كبير بهذه الكرة. شوف التسديدة، لفوا بزاوية، لفوا تعانق الشباك، لفوا بحنية على الزاوية من السهلاوي. الحضور قليل لكن يا سهلاوي انت الكبير، انت الكثير في اللقطة الماضية بهدف ثاني لفريق النصر. هدف جميل جدا، النصر يعود للنتيجة بينما التعاون يسجل في مرمى الشباب، والنصر يعدل أموره حبة من أمام الأنصار، من بعد هدف الأنصار. وهذه كرة ملعوبة، سهلاوي صاحب الهدف لمرمى ممتاز، سهلاوي لا مرة أخرى، رائد الجهني، كرة فيها استمرار، في استمرار الكرة صافرة، صافرة وخطأ، أوهو حمرة على كم تقدم النصر وانطرد لاعب، كم خارج أرضية الملعب، الكوريين طايحين بالطرد، لاعب الهلال اليوم والآن لاعب النصر كم، بطاقة حمراء فعلا موجعة، عائد بالنتيجة، متقدم 2-1، صاحب الهدف الأول. وشاهدنا الزملاء في الاستديو التحليلي تحديدا مع الزميل نجيب الإمام اللي يتحدث عن الحسنة الوحيدة لكم بأنه سجل هدف، ويبدو أنها ستبقى هي الحسنة الوحيدة لكم لأنه يكلف فريقه النقص. رائد الجهني مع كم بطاقة حمراء يعلنها عبد الرحمن الملك. النصر بعشر لاعبين، كم إلى خارج أرضية الملعب. الجمهور النصراوي اللي حاضر، تقريبا ألف متفرج واقف محتج على الكرة بعد الهدف النصراوي على طول أتت هذه الكرة والبطاقة الحمراء مباشرة لكم.
مباشرة لكم هذا الجمهور النصراوي في اللقطة في الأجواء القادمة في هذه المباراة. 10 لاعبين ومعاهم نتيجة مع آمال الأنصار في البقاء. ملعب الكرة ماذا لدى الأنصار؟ ب11 أمام 10. بوغش يمر الكرة إلى خارج أرضية الملعب، كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس الأنصار ملعوبة، لقطة على كل طبعا مع خروجه إلى حجر الملابس في ملعب الأمير فيصل بن فهد. تركي خضير يلعب كرة الآن للأنصار، الفلات يلعب الكرة لعباس، عباس ريتشي، ريتشي يلعب كرة الآن، بوغش 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 في فرصة في فرصة، يلعب يعرض الكرة مستمرة وإبعاد من الدفاعات، إبعاد من الدفاعات، كان في وضع ممتاز للانفراد. بوغش هذه كرة ملعوبة للأنصار، خطأ هذه الكرة، شوف فاتح المرمى أمامه لكن عامل السرعة ممكن لم يعمل عليه اللاعب بوغش، وبالتالي الفرصة تضيع على حاج بوغش. فرصة كانت من الممكن أن تغير أمور كثيرة لكن يبدو فقد اتزانه بشكل كبير جدا اللاعب حاج بوغش. ملعب الآن عسيري يلعب كرة، راد الجهني، الجهني يلعب كرة عالية ما بعد من حسين عبد الغني، تركي خضير يمر لاعب الأنصار المهاري يلعب كرة الآن لأيمن راجح، راجح الآن يلعب كرة في الجهة اليمنى يمر من أمام حسين، اللعب مستمر، أيمن راجح الآن في كرة ولكن متابعة محمد عيد، نص ساعة باقية مشاهدينا ومشاهدي قنوات السعودية الرياضية. النصر يتقدم 2-1 والأنصار يحاول، أحمد عسيري يلعب الآن في الجهة اليسرى، محاولة أنصارية دخول قوي على رضوان بن والناس، يلعب الكرة الآن النصر ورث من المباراة في أحداث مثيرة الآن مع نقص النصر وتقدم والعودة بالنتيجة بعد أن كان متأخرا من أمام الأنصار. ملعوب الآن عسيري يلعب كرة للرائد، الرائد في محاولة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس، عبد المحسن العسيري لاعب شاب يقدم إمكانات جيدة مع الفريق الأول، هذه الكرة ملعوبة الآن يمر فيها بوغش، بوغش الآن في مرتدة نصراوية، ممكن هذه الوضعية ممكن الطرد يفيد النصر على فكرة، ممكن الطرد يفيد النصر، يفتح المساحات يفتح المساحات، وحسين حسين مع مساحة للسهلاوي، ملعوبة الكرة والكرة بيد الحارس بيد عبد الإله الزهراني. أقول ممكن النقص يتقدم الأنصار ونشوف مثل هذه المرتدات، أو ممكن النصر يخلص بالثالث أو الأنصار يقاتل لأمل البقاء. كرة ملعوبة الآن، رضوان بن والناس يحاول على كرة، لمسة من عباس، حسين، بوغش، بوغش شوية يضم للوسط، ملعوبة الكرة الآن، ريتشي، غامدي، ريتشي، تراجع لاعبي الأنصار، نلعب في 18 دقيقة من زمن الشوط المباراة الثاني، ملعب الكرة الآن لتركي خضير، محاولة في اليمين، مختار، مختار شنقيطي في الجهة اليمنى، تمريرة متابعة ولكن بيدي وبسيطرة اللاعب عبد الله العنزي، المباراة 10 لعبد الله العنزي، عبد الله العنزي في مرمى الآن 11 هدف. عبد الله العنزي اهتزت شباكه ب 11 مرة بينما خالد راضي 18 هدف في مرمى. تقريبا الفريقين لا يوجد استقرار على حارس واحد. ملعوب الكرة الآن رمية تماس بينما هذا أكثر لاعبين مشاركة أيمن راجح، وكرة ملعوبة الآن في الجهة الأمامية الآن للنصر. سهلاوي يلعب كرة، عباس ملعوبة الآن لخالد عزيز، عزيز يدور عزه، وكرة ملعوبة الآن مع عباس، يتقدم الكرة ما فيها شيء، تأتي الكرة مرة أخرى،
في الجهة اليمنى مختار شنقيط، ضغط ورغبة من الفريقين للتقدم. العاب الكرة الأبي العرضية الآن، فرصة مرت بالرائد والغامدي يسقط ويقاتل على الكرة أيضا عسيري. كرة لم تخرج. يجيت اللاعب الكولومبي الحارس السابق هو الوحيد واقف، ويبدو أن الزيلعي قادم لفريق النصر. الزيلعي على الخط ليكون ورقة قادمة لماتورانا. غامدي، خالد، ريتشي، غامدي، فينيسيوس، ريتشي، عسيري للنصر. ممكن يلعبون الآن تمريرات للسيطرة على الكرة اللي عملها في آخر شوط المباراة الأول. كرة إلى خارج أرضية الملعب النصر، يخرج ريتشي ويدخل الزيلعي. ريتشي في المباراة الأولى يخرج، قدم بعض اللمحات الجيدة، يلقى التسليط فينيسيوس. ريتشي إلى خارج أرضية الملعب ودخول اللاعب خالد الزيلعي، بينما محمد لبيب إلى أرضية الملعب مهاجم على الأنصار لكي يتعاملون مع النقص. هذه كرة ملعوبة الآن، عباس في الجهة اليمنى إلى يلعبها الآن لزيلعي. زيلعي في اليمين لغامدي، غامدي للنصر، غامدي يعيدها لعسيري أو عزيز حسين. كرة ملعوبة الآن سهلاوي، ولكن متابعة لأحمد عسيري. عسيري يلعب كرة وإلى خارج أرضية الملعب لصالح فريق الأنصار. ماتورانا، والله القابة قوية، كوبا ليبرتادوريس، كوبا أمريكا، كأس عالم. هذه كرة ملعوبة الآن نصراوية في الجهة اليمنى الآن. غامدي يمر خالد، يلعب كرة ممتازة يمر فيها. الله الله الله، بول قش، هدف ثالث النصر، ثالث الأهداف. بوغاش سلسلة تمريرات برشلونية للنصر يمر فيها لهدف. كملها بوغاش، هدف النصر الثالث بعشر لاعبين في مباراة الفتح. جول 10 جابوا الثاني، وجول الآن للنصر. 10 جابوا الثالث للنصر. بوغاش جابها. النصر بالعشرة يعود للنتيجة مع الفريق النصراوي، ويقاوم الظروف، ويقاوم التعديل، ويقاوم التغيير والبناء في منتصف الموسم. بوغاش أول أهدافه في فريق النصر أو مع النصر بقميص النصر، والفلاعب الذي يسجل مع فريقين. بوغاش يزيد رصيده التهديفي وأول أهدافه بقميص النصر. ثلاثة للنصر. لكن التمريرات هذه صفة جميلة للنصر، دقة التمريرات، الاحتراق بالعمق بالتمرير، هذه أمور نشاهدها وأشاهدها شخصيا في هذه المباراة بشكل كبير. كرة ملعب الآن، رد الأنصار لا يريد العودة، ويبدو أن بهذه الطريقة سيعود إلى سلسلة الخسارة أو إلى طعم الخسارة. ممكن يفوز مباراة قادمة، لكن أتحدث عن طعم الخسارة اللي لم يذق طعم فريق الأنصار في آخر جولتين. تعادل وفاز، والنصر الآن يبغى الفوز بعشرة. ملعوب الآن عسيري في الجهة اليسرى، يلعب كرة عرضية، المتابعة عود، والكرة بيد عبد الله الغامدي أو عبد الله العنزي حارس المرمى لفريق النصر. 68 دقيقة، النصر يسجل الثالث بتمريرات الحقيقة برشلونية، أقل ما أقول عنها برشلونية. سلسلة تمريرات للاختراق في المرمى كانت جميلة جدا لفريق النصر. هذه واحدة في اليمين، زيلعي في تمريرة ملعوبة، عزيز يحاول، ولكن الكرة تمر منه لتأتي لعباس.
عباس والكرة تأتي لفريق الأنصار. الأنصار مختار شنقيطي، الأنصار هو اللي تقدم في الدقيقة التاسعة والنصر عبر كم بالدقيقة 25. هذه كرة ملعوبة باتجاه المرمى والكرة بيدي عبد الله العنسي. ثلاثة للنصر، واحد للأنصار. النون والصاد حاضرة في الفريقين، ولكن هذه الكرة ما زالت. الزيلع الآن مع سهلاوي يلعب لبوغش، بوغش يلعب كرة على الطاير، جريء الجزائري لعب كرة ولكن إلى خارج أرضية الملعب، بينما الشايع شرحيلي مكان أحمد عباس. شرحيلي النصر شايع، اللاعب اللي برز مع الأولمبي وأيضا برز بشكل قوي جدا مع الفريق الأول، من الأسماء اللي يأتي ويأخذ الثقة مع الفريق الأول لفريق النصر. نصر بعد هذه المباراة طبعا راح يجري معسكر لمدة 12-13 يوم في قطر للاستعدادات القادمة لبقية الموسم. فترة توقف فيها إن شاء الله الأمل الكبير في مباراة استراليا مع المنتخب الأول، لكن هذه كرة فيها أمل. أنصاري قادم يلعب الكرة مع حسين إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس لصالح فريقي الأنصار، متأخر بهدفين ويلعب ب 11 لاعب أمام عشرة ورمية تماس له. أيمن راجح، رمية التماس الراجح والأنصار راح يهاجمون بكل لاعبينهم. كرة ملعوبة الآن رائد، ولكن كرة فيها خطأ على رضوان بن يونس. بينما اللقطة هنا على حكم المباراة طرد كملي أمامنا مع الزميل هنا أيضا مدير الفريق محمد السويلم، الوجه الجديد في الإدارة النصراوية مع كم سجل في الدقيقة 25 وطرد بعد الهدف النصراوي الثاني في الدقيقة 56. مرعوبة له بوغش صاحب الثالث، مرعوبة الآن عسيري عبد المحسن عسيري للأنصار، ممتازة من عبد المحسن. تأتي الكرة الآن البديل الزيلعي خامدي عبد الله خالد عفوا عسير عزيز للنصر، بوغش يلعب الآن في الجهة اليمنى الزيلعي لتأتي لصالح فريقي الأنصار. أقل من 20 دقيقة باقية مشاهدينا مشاهدي القنوات السعودية الرياضية. ثلاثة للنصر، واحد الأنصار. نصر 10 لاعبين في رايه وتسلل على اللاعب محمد لبيب، لاعب اللي بدأ مع الاتحاد ولعب مع القادسية العام الماضي والآن مع الأنصار. مهندس اللاعب محمد لبيب ويلعب مع فريق الأنصار. كرة ملعوبة الآن في الطرف خارج أرضية الملعب. بوغش أول أهدافه بالتأكيد، اللاعب حينما ينتقل لفريق جديد أول هدف يكون فارق. هذه الكرة فيها خطأ لصالح فريق الأنصار اللي يلعب بمهاجمين. للتذكير أنصار ب 11 لاعب، النصر طرد منه لاعب الكوري كم ويتقدم بفارق هدفين. وعلى فكرة الطرد أتى بعد الهدف الثاني. كرة ملعوبة الآن 40 متر بعد هذا الخطأ، ملعوبة الكرة عرضية أنصارية مبعدة من عبد الله العنزي لتأتي الكرة الآن لفريق الأنصار. تركي خضير يلعب الكرة لما حسين في مرور مهاري، لكن الكرة تمر تأتي لأيمن راجح، عرضية أنصارية مبعدة إلى خارج أرضية الملعب. الشباب يقلب النتيجة على التعاون 2-1، الشباب يتقدم على التعاون، بينما النتيجة في مباراة الاتحاد حتى الآن 1-0 للهلال في جدة، مباراة جدة. وهنا مباراتنا في الرياض 3-1 النصر ب10 لاعبين. هذه كرة ملعوبة على القائم الأول مبعدة للنصر في الجهة اليمنى الآن أيمن راجح، ملعوبة الآن عرضية. عبد الله العنزي يسيطر على هذه الكرة، لكن برافو النصر على ما مر به من ظروف خلال هذه المباراة. ما يحصل حتى الآن يعتبر لدى البعض ممكن مقبول ولدى البعض جيد. هذا السهلاوي والكرة اللي سجل منها حاج بوغش هدف المباراة الثالث.
على فكرة تسديدة السهلاوي كانت بنفس الطريقة اللي أتى منها هدف المباراة الثاني للسهلاوي والفارق في مباراة اليوم. خالد الغامدي في الجهة اليمنى يتقدم في ربع ساعة تقريبا، غامدي يلعبها لعزيز لكن كرة تمر من عزيز، يكثر الكرة الآن في المنتصف، الرادي الجهني، أيمن راجح، أنصاري الآن ملعوبة كرة أمامية، محمد دبيب يتابع الآن عيد يلعب كرة عالية، ملعوبة الآن في المنتصف لغامدي، كان عزيز موجود، غامدي خالد، عبد المحسن عصيري في ثقة خاصة في دفاعات أكثر لدى النصر، عيد، عبد المحسن، المحاور، عزيز، وكان عباس دخل مكانه شايع، هذا عزيز، عزيز هو الموجود، هذا شايع شرح يليه، هنا عزيز، ملعوب الكرة لنا عزيز، خالد يلعبها سهلاوي، فوقش سهلاوي، سهلاوي راح يعيد العزيز، خالد شفت كم تمريرة نصراوية سيطر على الكرة بشكل كبير، تناقل لفترة طويلة من الزمن، هذا عزيز يلعب كرة عالية، رعد الجهني يقطعها للزارعي، زارع مع نصر الآن، كرة ملعوبة في الجهة اليمنى تأتي من الغامدي للزارعي مرة أخرى، ربع ساعة باقية، شايع شرحيلي ما عدت كم تمريرة لكن العدد هو ممكن عدى 25 تمريرة، لا مقطوعة كرة تأتي الآن، بوغش اللي تأتي، الحارس عبد الإله الزهراني، ملعوب الكرة إلى خارج أرضية الملعب، لقطة هنا على كيم وأيضا مع مدير الفريق محمد السويلم، هذه اللقطة اللي بسببها طرد اللاعب الكوري الجنوبي كيم بيونغ، أيمن راجح خرج ودخل البديل اللاعب رقم 12 مع فريق الأنصار، لاعب رقم 12 مع الأنصار عودي عمرو إلى أرضية الملعب مع فريق الأنصار، عودي عمرو مباراة التاسعة يدخل لأرضية الملعب كبديل مع فريق الأنصار، مكان أيمن راجح لاعب الطرف الأيمن أو ظهير الأيمن، هذه كرة معادة عبد الله العنزي، عنزي يلعب كرة، عبد المحسن للنصر الآن، بثلاث نقاط النصر راح يصل إلى 28 نقطة، وإذا استمر الاتحاد على خسارته مع الهلال النصر يقفز من السابع للسادس، يقرب شوية للاتفاق أو للفتح صاحب النقاط 30 للاتفاق، وين 42 للاتفاق، الأهلي والشباب والهلال والاتفاق الأربع العوائل موضوعهم مختلف في دوري زين، شباب 3-1 على التعاون، وهذه كرة ملعوبة تأتي في الجهة اليمنى الأول، يمر فيها بوغش 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 بوغش، الله، أربعة نصراوية، عشرة يجيبون أربعة في الأنصار، والنصر من هذه المباراة قد يصنع انطلاقة، قد يصنع تغيير، قد يصنع النصر العالمي لهذا الجمهور الصبور، جمهور الشمس، شوف الكرة مرة أخرى، بوغش يتنفس، بوغش يلعب، بوغش يخترق، بوغش يلعب،
جميلة وتعبر بشكل كبير عن الوضع النصر، عن التمسك بفريق النصر. يبدو ان اليوم فريق النصر يراضي الشاعر ياسر تويجري الكبير، وايضا جماهير النصر اللي تحدثت بشكل فيه من الكوميديا والحب لدى فريق النصر في عدد اليوم من جريدة الرياضي اللي تحدث في البداية، يقول نادي النصر أحسن من ريال مدريد، غصب عن مدريد مع برشلونة في بداية على أكبر الأندية في كرة القدم في الفترة الحالية. تحدث بكلمات فيها الكثير من التعبير لدى فريق النصر في بعض الأبيات الجميلة اللي قرأتها في جريدة الرياضي، ولفتني خاصة في آخرها متعال الله ترفع الكأس باليد وتفرح جماهير سنين مغبونة، ولكن في مباراة اليوم شاهدوا بعضا وعددا من لحظات الفرح بأربع أهداف، ويتأملون بأن الغبن اللي مروا فيه بفترات هذا الموسم أن يتحول ربما في بطولة قادمة خادم الحرمين الشريفين. النصر سيعمل ويتنسى ما مر به في هذا الموسم. المباراة اليوم ممكن تكون معنويات عالية لبداية معسكر قطر جميلة الآن في الجهة اليمنى. آخر 10 دقائق مشاهدي القنوات السعودية الرياضية، النصر حل كل الأمور بالعشرة وهو ناقص، يأتي بالنتيجة المثالية من أمام الأنصار. عبد الله العنزي، محمد سعيد يتقدم في الجهة اليسرى، يلعب كرة أمامية، سهلاوي من أمام صفوان والكرة إلى خارج أرضية الملعب، لكن على الأنصار أن يتذكروا ما قاموا به في بداية المباراة، أن يعدلوا من الأخطاء وأن يقاتلوا في كل المباريات القادمة. من يدري ماذا ممكن يحدث في مباريات دوري زين، من يدري. الأنصار 4 نقاط أقرب صاحب المركز الثاني عشر اللي ممكن المركز اللي يبقي الأنصار ب16 نقطة، عدد ليس بالسهل، لكن عليه أن يقاتل على ما تبقى من مباريات. هذه مباراة تقريبا صعبة خلاص على الأنصار، وإن كان النصر ب10 لاعبين
كرة ملعوبة الأنصار، ملعوبة محمد صفوان، يبدو البرازيلي يبدو النصر سيقوم بإشراك لاعب دا سيلفا البرازيلي سيلفا فاغنر حسين عبد الغني او برناوي ايضا في تغييرات قادمه من النصر برناوي وحسين عبد الغني ايضا يشكو من اصابه راح يشوف فتره توقف في معسكر في قطر ايضا اتمنى من الانصار انه ايضا يبني في فتره التوقف عملا يساعد في المباريات المتبقية الست المتبقية من دوري الزين محمد لبي نايف البلوي مختار برناوي يلعب الآن مباراة الثالثة عشرة مع فريق النصر
شاي او بقش مع خالد الغامدي. عزيز عمر عزيز يحفل على الكرة، يراوغ، ياخذ صيحات الجماهير والكرة إلى غرفة مرمى خالد عزيز. شلال يلعب الكرة الآن في الجهة اليسرى، عبده برناوي، برناوي الكرة فيها خطأ لصالح فريق الأنصار، لكن الحكم يطالب بالاطمئنان على اللاعب مختار اللي يلقبون زملاء بيبا موجود على التيشيرت، موجود شايفين بيبا، لكن مختار الشنقيطي من وين جت بيبا؟ لقب خاص لكره ملعوبة الان، تاتي راسيه فرصه جول، لكن خالد الغامدي والنتيجه 4-1 بقتاليه، يبعد الكره الماضيه، يبعد الكره الماضيه، الانصار سيستقبل الفيصلي في الجوله القادمه 21، والنصر سيلعب مباراه
مباراه قمه في الرياض مع الشباب، راح يلعب مباراه قمه مع الشباب، لكن هذا متى في عوده استكمال الدوري اللي هو متى الجوله 21 متى استكمال مباريات الدوري في الجولة 21 نصر بعد المعسكر يلعب أمام الشباب، والأنصار راح يلعب في المدينة أمام الفريس للرياضيين في خاتمة المسابقات السعودية. استراليا وسقوط هنا للسهلاوي صاحب الهدفين في مباراة اليوم، هدف او هدف ثاني كان جميل، لكن هنا في سقوط محمد السهلاوي بسلامة جلال القادري كانت الامور من الممكن ان تكون لصالح، لكن بعد ذلك انقلبت والنصر ناقص لاعب، انقلبت لصالح النصر. السلام علي السلاوي السلام علي محمد السلاوي سجل هدفين في مباراة اليوم يعوض ركلة الجزاء اللي ضاعت مع الاتفاق. النصر مع الأهداف الأربعة زود أهدافه من 25 إلى 29 هدف، 4-1 النتيجة أمامكم. يبدو أن هذا التوقف ستستكمل به المباراة إلى مع وقت البدل الضايع، يضاف الوقت الضايع
لاعب كروي الفرص فريق النصر وأحرز 4 أهداف مقابل هدف الأنصار. الشباب والتعاون تنتهي بفوز الشباب 2-1. من مباراة الكلاسيكو 1-0 الهلال كرم العوم الآن أو 2 للهلال على الاتحاد. الهلال يسجل الثاني على الاتحاد. الهلال 2-0 على الاتحاد. الشباب 2-1 على التعاون. والنصر 4 على الانصار. ب10 لاعبين 4-1. كرم العوم الان. غامدي في الجهة اليمنى. يمر فاصل مهاري استعراضي لجمهور النصر. تمتيعي لجمهور النصر. ملعب الان في الجهة اليمنى الى خارج ارضية الملعب. خارج أرضية الملعب رمي التماس منفذ الآن. نتيجة مريحة ولكن النصر ببعض الاستعراضات وبعض الأمور بعد معسكر قطر مباشرة يلعب الدوري في مباراة مع الشباب. ملعب آخر دقيقة من الوقت الإضافي. محمد عيد ينجح من الامور الايجابيه في مباراه اليوم لفريق النصر. واذا تحدثنا عن 10 دقائق اولى وفترات طويله من شوط الرباط الاول نتحدث عن العديد من الايجابيات لفريق النصر اللي ممكن يبني عليها عملا في 6 جولات باقيه بعد فتره التوقف. رائد الجهني شخصيا
من اللاعبين اللي ممكن يلعب من البدايه اللي اذا كان عنده ظرف. من ناحيه الجاهزيه الانصار يعود لذاكره الخساره بعد 17 خساره متتاليه، ذاق التعادل وذاق الفوز ويرجع لياتي بخساره مع النصر او ممكن في جوله قادمه مع الفيصلي يفعل عكس ذلك. عموما مشاهدينا، مشاهدي قنوات السعوديه الرياضيه، هكذا شاهدنا معكم هذه المباراه المثيره من ملعب الامير فيصل بن فهد بن عبد العزيز في الجوله العشرون من دوري زين السعودي للمحترفين. النصر بمختلف الظروف والاحوال ينجح بقلب النتيجه ويسجل اربع اهداف ربما ظرف الطرد الذي مر به من امام فريق الانصار. الف مبروك لفريق النصراوي، حظ اوفر لفريق الانصار قدم جهدا.